سمعتوا عن البنت اللي ضربت حماتها؟ هحكي لكم اللي حصل للي ما يعرفش. في فيديو انتشر على النت ان الست الكبيره كانت بتكنس المدخل ومرات ابنها قاعده هي وامها وحفيد الست. بعد كده الحمه عماله تتكلم تقريبا بتلقح بالكلام على مرات ابنها وامها. الست عماله تتكلم وهي بتكنس ومش فاضيه. مرات الابن شكلها كده كانت شايله ومعبيه وشكلهم باين قوي ان كان في تراكمات من قبل كده. راحت الحمه قعدت على السلم جنبهم. قامت مرات الابن تزعق فيها وتشدها من الطرحه زي ما انتوا شفتوا وتضرب فيها بالعصايه. ام البنت عماله تحوش ويعيني اتسحلت في وسطهم وبتضرب في بنتها، وكلنا شفنا الفيديو ان ام البنت ضربتها. والحمه برده مش مبطله كلام، برده هقول تاني يعلم ربنا تراكمات من الحمه لمرات الابن ولا تراكمات من مرات الابن للحمه. الفيديو جايب الصوره مش جايب الصوت. بعد كده الناس اتلمت واولاد الست جم والبنت خدت امها ومشيت، وبعد كده اهل الزوج والحمه رفعوا على البنت قضيه. دلوقتي البنت اتسجنت وجوزها بره المغترب عمال يقول والله لا ارجع واخد حق امي، والام قاعده تقول ان انا مظلومه، وابو البنت بيقول ان البنت كانت ملبوسه ولا ملموسه ولا بسم الله الرحمن الرحيم عليها جن ولا حاجه، وبقالهم بتاع اسبوعين بيودوها للشيوخ واللي عملته ده خارج عن ارادتها. دلوقتي بقى الاهل كلهم عايزين يتصالحوا علشان البنت تطلع وعلشان العيل الصغير ده يتربى في حضن امه. الحمه ما كانش عندها مانع ان هي تتنازل عن القضيه وتتصالح، بس عندها شرط ان البنت تتطلق تنازل عن العفش كله وتاخد المطبخ بس. ام البنت طلعت في فيديو وقالت لا احنا مش عايزينها تتطلق، لان حماتها كانت ظلماها، ما كانوش بيدوها فلوس ولا بياكلوها ولا بيشربوها وكانوا معيشينها عيشه ضنك، بس احنا هنسامحهم والبنت ترجع عشان مش عايزين طلاق. اولا الحمه غلطانه لانها بتاكل حق البنت وبتضغط عليها بسبب اللي حصل، وده حرام وهيقعد لك في بناتك تقليه. تاني حاجه ام البنت ما ينفعش البنت ترجع خالص وتعيش مع حماتها بعد اللي حصل في بيت واحد، حتى لو حماتها سامحتها ورجعتها علشان خرب بيت ابنها، جوز بنتك مش هيسامحها وهيبهدلها طول عمره، وامه هتساعده على ده. انا شايفه الاب والام يقفوا جنب بنتهم ويشوفوا هي عايزه ايه والصح يعملوه، وما ترخصوش بنتكم، هي اللي عايشه، مش معنى ان هي غلطت غلطه إن احنا نتبحها. انا هنا على فكره مش ببرر للبنت اللي هي عملته، البنت اللي عملته غلط واكبر غلط، بس ده برده ما يخليناش نيجي عليها. الله اعلم هي كانت عايشه ازاي مع حماتها. احنا لغايه دلوقتي سمعنا من طرف واحد والبنت ما ظهرتش ولا اتكلمت خالص. انا بقى هنا عايزه ابص للموضوع من زاويه تانية خالص. الراجل بقى اللي سايب بيته ومراته وسافر الغربه بيبعت لمراته فلوس عن طريق امه ليه وهي اللي بتصرف؟ اسمح لي بقى اقول لك انت كده مش راجل ومش قد المسؤوليه وما تستاهلش لا تبقى اب ولا زوج عشان تبعت لمامتك فلوس وتقول لها ادي لمراتك فلوس قليله. المفروض علاقتك في المصاريف تبقى منك لمراتك، حاطط امك وسيط ليه؟ انت كده انت اللي حاطتهم هما الاثنين تحت ضغط نفسي ان هما الاثنين مش طايقين بعض. انت لو خايف من مراتك لا تصرف كتير او ان هي مش هتحافظ على بيتك او على قرشك، اتجوزتها من الاول؟ وبعدين انت مش مأمنها على شويه فلوس؟ مأمنها انها تربي ابنك؟ مش واثق فيها خالص، سافرت وسبتها ليه؟ هتقولي نصيب؟ هقول لك يبقى ما تجيش على مراتك علشان خاطر امك، لازم يبقى في عدل. وانا شايفه من وجهه نظري ان انت اللي غلطان في كل اللي حصل. مش عارف تمشي الدنيا من وانت بعيد؟ اقعد واشتغل هنا اي حاجه وخليك موجود، واصرف انت براحتك وطلع اللي انت عاوزه. ويا جماعه ما تحطوش النار جنب البنزين وتمشوا تقوم الدنيا تولع وبعد كده ترجعوا تحاسبوا. الحما بقى دي الله اعلم اللي بتقوله صح ولا غلط، لان هي واضح من الفيديو ان هي ما بتبطلش كلام وتقطيم طول النهار والليل. وبعدين انا شفت لها فيديو طالعه تقول فيه الطبيعي ان الحما هي اللي تضرب مرات الابن مش العكس، يعني معنى كده ان انت ممكن تكوني ضربتيها قبل كده، لكن لو كلامها صح وكل اللي بتقوله تبقى هي مظلومه فعلا. اما بقى لو كلامها غلط فمنها لله، لانها هتخرب بيت ابنها وهتبقى ظلمت بنت ناس. هيقعد لك يا حاجه في عيالك، خافي من ربنا. مرات ابنها كده كده غلطانه وتستاهل اللي حصل لها، لان كان في طرق تانية ممكن تاخد بيها حقها. وبعدين لو بصيتوا هتلاقوها هي الوحيده اللي اتجازت في الليله دي، يعني هي اللي حاسبت على المشاريب كلها. في بقى ناس بتقول ان كل اللي حصل ده تمثيليه وفيلم علشان البنت تتنازل عن القايمه وتتطلق وياخدوا عفشها ويناموا وضميرهم مستريح. ده كده تبقى كارثه اكبر. صراحه انا مش عارفه مين الظالم ومين المظلوم، الحقيقه بينهم يعلمها ربنا، لان الحما ومرات الابن كانوا في بيت وبابهم مقفول عليه، اللي بيحصل جوه يعلمه ربنا. انا رايي ان الغلطان الوحيد في الموضوع ده زي ما قلت هو الزوج، هو السبب في كل ده، خرب بيته واهانه امه، ده غير ان هو مقصر في حق ابنه لان حرمه من امه وسجنها. كل واحده بقى تقول لي انتوا شايفين الموضوع ايه من وجهه نظركم، مين الغلطان ومين الظالم ومين المظلوم؟